السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من المكروه والسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك بارك الله وسلمك. نخليك سؤال يا شيخنا. تفضل سل. ما القول الراجح في صلاة ركعتين وخطبة الجمعة يعني قائمة؟ كيف صلاة ركعتين وخطبة الجمعة قائمة؟ ما الرابط بينهما؟ يعني لا، خطبة الجمعة يعني شغالة، خطبة الخطيب بيخطب. أي نعم، تحية المسجد. وأنا دخلت يعني أصلي ركعتين. لو صلي يعني. نعم، تصلي ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وأيضا كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يخطب، فدخل رجل اسمه سليك الغطفاني فجلس، فكلمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من على المنبر فقال: يا سليك، هل صليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وبالله تعالى التوفيق. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. تفضل. بارك الله فيك. عفيك. النعي في المساجد. النعي في المساجد لا بأس به. قد نعى النعمان، عفوا، قد نعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه النعمان ابن مقر على المنبر. نعى عمر رضي الله تعالى عنه النعمان ابن مقر على المنبر. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يعرف في وجنه الحزن، ونعى الثلاثة الذين قتلوا يوم مؤتة: زيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة. نعم في الثلاثة الآخرين، هؤلاء ليس بمنصوص على أنه في المسجد، ولكنه مشعر بذلك. أيضا فإن الإعلان على الميت عمل بر ينتفع به الميت لكثرة عدد المصلين عليه، وينتفع به الحي لصلاته على الميت وإثابته من ثم. والله أعلم. حديث الله يخليك، حديث الديك صحيح؟ إن الله أذن لديك بآخره. أذن لي أن أحدث عن ديك في السند من لهم مفاريد
ولا تطمئن النفس الآن إلى تصحيح هذا الخبر، والله أعلم. هل يجوز للمعتدة من وفاة زوجها الخروج من منزلها لأي سبب؟ نعم يجوز، قد وهذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ذلك لأن عائشة كانت إذا مات لها الميت عفوا كانت تخرج نسوة في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات، وبهذا قال علي وابن عباس وجابر ابن عبد الله ورضي الله عنهم أجمعين، وشدد ابن عمر وأبوه عمر رضي الله تعالى عنه في المنع، شدد ابن عمر وأبو عمر لكن سند إلى عمر ضعيف، أما ابن عمر يمنع، ويمنع أيضا ابن مسعود بسند في ضعف عنه، وعثمان كذلك، يعني أقوى المانعين سندا ابن عمر، ولكن الإسناد الذي عمد الفقهاء إلى بناء حكمهم عليه في المنع ضعيف، وهو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، في السند مجهول، في السند مجهول، فلذا أجنح إلى رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، أنا كنت حامل، وأثناء حملي أنا كيس المية بتاعت الجنين اتخرم، والدكاترة قالوا لي إنه يعني غلط على حياتي إن هو يفضل إن أنا أفضل الحمل ده يكمل، يعني كنت في الشهر الخامس. وبعدها الدكاترة كلهم قالوا لي ان لازم الحمل ده ينزل، لان المية بقت تخرج من الكيس للرحم على طول، ونزلت. أيه. ده من فترة كبيرة فضلت الشيخ، وانا حاسة بالذنب. لا ليس في ذنب، لان اتركك تموتي انت، فما دامت كلمة الاطباء. بس هو كان يعني هما نزلوه، هو كان الروح يا فضيلة الشيخ، يعني هو له، لكن في موت سيتسبب لك إذا كانت نفسك ستزهق، فأنزلوه لهذه العلة، ليس عليك إثم، الذي يتحمل ذلك هم الأطباء، فلا توسوسي. سؤال تاني يا فضيلة الشيخ، معلش أرجوك أرجوك، أنا مش مكان تاني يعرف أحطها فيها وكده غير البنك، وانا حطيتها في البنك الاسلامي على اساس ان هو الاقل يعني شبهة وكده. اذا كنت تسألين عن الحفظ فلا بأس ان تحفظي اموالك هنالك، اما كنت اذا كنت تسألين عن مكان استثماري حلال فليس هو بالحلال الذي تنشدينه، والله اعلم. البنوك شأنها واحد. سمعيكم، هل يصح قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب؟ نعم يصح ذلك، عفوا لا عفوا، إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، في رواية فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخل، أما التعوذ فلم أرى له سندا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية الأسانيد، أما من ناحية المعنى يجوزه بعض العلماء من ناحية المعنى، أما من ناحية المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التعوذ عند التثاؤب؟ لم يؤثر هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما علمت، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، هل حدود الله مكفرات للذنوب؟
الحدود التي تقام على الجنات في الدنيا مكفرات، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا. الحديث قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. قال سيدنا عمر بن الخطاب: لو أن لي اطلاع الأرض ذهبا لاشتريت به من عذاب الله قبل أن أراه. صحت هذا الحديث أولا؟ هذا قاله في يذكر أنه قاله في مرض موته، ولكن أحتاج مراجعة هذه اللفظة، وفقك الله. تمام. حكم الإمام الذي يبدأ الخطبة الثانية بدون الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، خطبة بدأ كلام على طول في الخطبة مباشرة. خطبته صحيحة، خالف الأولى لكن خطبته صحيحة. نعم، بارك الله فيك سيدي. وفيك، الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك عبد الله العبيد، سوداني ومقيم في مصر. تفضل يا عبد الله العبيد، مرحبا بك. الله يكرمك. أنا جيت تقريبا لي 4 أيام. نعم. هل يجوز أن أكثر الصلاة، مع العلم إنه ماني عارف يعني كم أقعد في مصر أو كم أجلس في مصر؟ ممكن 20 يوم، ممكن شهر، ممكن أقل. إذا كنت مترددا، إذا كنت مترددا لك أن تقصر. وإذا أزمعت الإقامة زمنا فيقول الجمهور تتم بعد 3 أيام، والأمر فيه ساعة، لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص صريح فيه من أقام أكثر من كذا أتم، ومن أقام أقل من ذلك قصر. ليس هناك نص على هذا المنوال، فلذلك ما دمت مترددا لك أن تقصر، وبالله تعالى التوفيق. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك. وجزاك خير. وإياكم. تفضل. وفقك الله، الله يبارك. ولك بمثل، سلمك الله من السؤال المكروه والسامعين. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا يا عثمان حطب، وفقك الله. هل يجوز أن أقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث إذا دخلت الخلاء لغير قضاء الحاجة؟ نعم يجوز، ولا مانع من ذلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. بس يا شيخنا بس تفسر عن حاجة بس لو سمحت. تفضل. دلوقتي أنا مراتي كان في مشكلة مع أحد الجيران وكده، يعني كنت عارف عليها طبعا إن هي ما تعرفش البيت، فحصل ظرف فتوقفها بعد عدة 3 سنين ومتابعها من هنا. لا لا، الصوت مشوش، الصوت مشوش، وضح وضح الصوت وفقك الله. أعد سؤالك موضحا. نعم. حضرتك أنا كنت حالف الطلاق على مراتي. ايوه. ان هي ما تخشش يعني احد البيوت الجيران وكده. نعم. فعدت يعني فتره 3 سنين وتمام وكل حاجه. بعد كده حصل لاحظ الظروف يعني في البيت ده، فاضطرت ان هي تخش من غير علم. كده انا بس عايز استفسر، الطلاق بتاعي ان انا كده حلف اليمين عليها؟ كفر كفاره يمين ولا يقع طلاقك. كفر كفاره يمين ولا يقع طلاقك. هي دخلت البيت ده. أعرف. كفر كفارة يمين ولا يقع طلاقك. السلام عليكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعدين حضرتك يا شيخ عندك 4 أسئلة. تفضل. في واحد صاحبي يعني طبيعة شغله إنه بيصلي الفجر ويروح الشغل شغال فوق هو. فهو ما بيعرفش يصلي الصلوات على وقتها. فده حرام ولا يعني كيف يعني مش فاهم؟ انت قلت يصلي الفجر ويروح شغله وبعد ذلك بيصلي الفجر بيروح شغله، فهو تمام شغله ان هو بيخبز العيش وكده. انه ايه؟ عفوا. يا حبيبي فهمني برفق، انت قلت يصلي الفجر ويذهب الى شغله، خلاص الحمد لله صلاه الفجر سليمه، بعد ذلك الظهر كيف يصنع فيها؟ مثلا ممكن يبقى في صلاه الظهر ساعتها ممكن يبقى بيخبز ساعتها. الظهر بيأدي. خباز هو؟ اه. ايوه. متى يصلي الظهر؟ بعد ما بيخلص بيصلي على طول. متى يخلص؟ بعد ما بيخلص شيخ مثلا بعد ما بيخبز بيصلي على طول. يا حبيبي متى بيخلص الخبيز؟ ما هو على حسب ما يقعد قدامه. لا كيف على حسب ما يقعد قدامه يعني؟ هو بيفضل طول اليوم. ها؟ لا ما ينفعش. طول اليوم. لا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها. يعني فايل المصر يصلي الاول ماشي، وبعد حد يتاخر نصف ساعه ما لم يدخل وقت الصلاه الاخرى جائز، لكن يترك الصلاه حتى يخرج وقتها لا يجوز له ذلك. لا هو بيصلي قبل ما الفرد الثاني يؤذن. ما انت لك يجوز خلاص. طب السؤال الثاني يا شيخ بعدنا. ها. أو العصر ما العصر مالوش سنه صح؟ اي نعم، لكن عموما هناك سنن مستحبه ليست راتبة، أي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة. يعني لو صليت مثلا 4 ركعات قبل العصر فده عادي مش تبقى بدعة؟ لا لا مش بدعة ولا شيء، بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة. لو انا مثلا لو في خطيب قال مثلا قال حاجه فهي ما ثبتتش على النبي. ها؟ لو في خطيب في بخطب الجمعه. ايوه. وقال حاجه هي ما ثبتتش على النبي اصلا يعني ما يعني خلتش. نسب الى النبي شيئا ضعيفا. هو حاجه ما حصلتش اصلا زي هي قصه اليهود اللي هو بيرمي زباله قدام بيت الرسول القصه دي. ايوه ماشي. فهل انا ينفع ان انا اصححها له مثلا بعد ما هو يطلع؟ يعني إذا كانت هناك فتنة ستحدث لا تفعل، إذا لم تكن هناك فتنة بس أنا أظنك إذا انتهى من خطبته أفضل بينك وبينه. لو حد الإمام ها؟ إمام بيصلي بينا. أيوه. يعني هو بيسب الدين. وبعدين؟ فأنا ينفع إن أنا أصلي وراه؟ إمام يسب الدين لا تصلي خلفه. لا خلاص يا قهوة ولا شيء ماشي. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا يا أبا أحمد. السلام عليكم. بحضرتك يا شيخ. الحمد لله تفضلي. الله يكتب لنا ولك التوفيق ويسكننا الفردوس جميعا يا رب والسامعين والسامعات. الله يرزقك ويانا والذرية الصالحة. هل يجوز أخذ فائدة عن المدين المماطل في دفع الأقساط؟ الفائدة لا تجوز، لكن ينظر هل هو واجد وما صورة الدين ومن أين نشأت؟ يعني قد ننتقل للعقوبات التعزيرية في حالة المماطلة عن قصد وعمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله تفضل. لو سمحت يا شيخ مصطفى عندي سؤال. أنا جاي لي شغل. نعم. في مكتب عقارات في السعودية، فأنا مش عارف مكتب العقارات في السعودية ده نظامه إيه. هو حضرتك عندك علم بشغل المكاتب العقارات في السعودية؟ نعم عندي علم بها، ليس فيها شيء في الغالب. يعني هو الشغل اللي عرفه عنها يا شيخنا
اللي هو فيها مثلا واحد عايز يبيع حاجة فبروح للمكتب ده. على العموم أنا أجبتك، لا لا يا حبيبي أجبتك خلاص، لا شيء في العمل في مكاتب العقارات إجمالا. نعم كأي عمل ممكن يعتري هذا العمل شيء فيه شبهة، لكن يعرف في الحال ويتقى. السلام عليكم. أجبتك يا حبيبي، لا داعي الوسوسة. قلت له مش وش الصور حاجة، بس عايز أفهم بس. أنا أجبتك، أنا ما تسأل أي واحد اشتغل في مكتب العقارات، قلت لك لا بأس بالعمل في مكاتب العقارات في السعودية، الأصل فيها الحل، إلا إذا طرأت عليك طارئة في مسألة ترى فيها شكوك ابتعد عنها. السلام عليكم. لا بأس بصيام السبت منفردا يا محمد ابن إسماعيل. والحديث الذي ورد في النهي عن صيام السبت منفردا لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، هذا يمنع من صيام السبت مطلقا إلا في الفريضة. وهذا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه، ومن المخالفات له حديث لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده فستوافق السبت حتما. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. وكذلك صيام الست من شوال، وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر البيض وغير ذلك. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الشريعة تخالفه، وقال مالك رحمه الله الإمام مالك هذا حديث كذب، وقال أبو داود والنسائي أحدهما يقول الحديث مضطرب والثاني يقول منسوخ. قال الزهري ضعيف إلى غير ذلك من الأقوال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. كان عندي سؤال يا عم الشيخ بعد إذنك. اتفضل. أنا كنت عندي قطعة أرض أخذها من الدولة يعني. نعم. نعم. لسه ما استلمتهاش يعني، هم استلمها بعد سنة أو سنة ونص. إن شاء الله. إن شاء الله. فقررت إن أنا أبيع الأرض. أيوه، وهل مسموح لك في عقد البيع أن تبيع الأرض أو غير مسموح لك لأنك لم تتملكها؟ ما يعني هو مش مشترط الموضوع البيع، يعني هو أبيع أو لأ. إذا لم يشترط وكتب لك عقد البيع جاز أن تبيعها، أما إذا اشترط فحينئذ. أنا لسه ما استلمتهاش. أنا أقول لك هو الآن ينظر إلى العقد، لأنك ستدخل شخصا مكانك بنفس المواصفات التي أنت اشتريت بها، وتطلعه على كل الشروط واضحة جلية. بارك الله فيك. يدخل مكاني عارف الشرطات وعارف الاقساط وهو اللي هيسدد. خلاص قلت لك لا بأس اذا كان قانون الدولة يسمح بالبيع. السلام عليكم. مرحبا يا ابراهيم ابن سعيد وفقك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ، اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. نعم ويشرب الله حبك الله الذي احببتنا له. وسيلة اكتساب واسترزاق، هذه هذا نعم جائز مع الكراهة. نعم. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وأهلا وسهلا. يقول أخ وكلته أخته في توزيع زكاة مالها ولم تحدد لمن، وهو محتاج، إذا كان من المصارف الثمانية يجوز له أن يأخذ بقدر ما يعطي غيره، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، أنا عايز بس أحضرك على التعامل مع شركة فيجوار. شركة إيه؟ هي نظامها شركة الشركة دي على النت
أستأذنك في أن ترسلي لنا صورة من العقد المبرم بينك وبين هذه الشركة. على لا عفوا، لأن مثل هذه المسائل لا تخصك وحدك، وأخشى أن تقصري في الوصف فتأخذي فتوى بالحل وهي مسألة عامة، فأرجو أن ترسلي على هذا الرقم صورة للعقد. عندك صورة للعقد؟ لا، هم بس الكوتش شرح لنا الشغل هيكون. لا أستطيع أن أعتمد هذا الكلام إلا مكتوبا. السلام عليكم. نهى الرسول عن بيع ما لا يملك يا هيثم، لا تعد ربا ولكن تعد خلاف السنة، بيع ما لا تملك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله وفيك خيرا. وفيك بارك الله، تفضل وياك. يتلو الله السماوات يمينه ويقول أين الجبارون، ويطوي الأرض بشماله ويقول أين الجبارون أين المتكبرون. وجاء حبر من النبي صلى الله عليه وسلم. عفوا، لفظة بشماله لا تثبت في أي خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما علمت. وكلتا يدي ربي يمين مباركة. أما اللفظة التي وردت من طريق عمر بن حمزة العمري فهي لفظة ضعيفة لضعف عمر بن حمزة. جاء حبر من النبي صلى الله عليه وسلم. أما بلغك يا محمد أن الله يضع، يا أبا القاسم، أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن يقول أنا الملك أين أملوك الأرض. وقد اختلفت الروايات في تعيين المحمولات على الأصابع، الحديث في الأصل في الجملة ثابت صحيح. إثبات أن الله سبحانه وتعالى له أصابع. ما من قلب إلا هو بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به جل وعلا سبحانه وتعالى. الحديث أن ليست أصابع، ليست، اصبر 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 يا حبيبي، اصبر اصبر. نعم، ليست أصابع ربي كأصابع خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ سبحانه وتعالى. لم يكن له كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا؟ فنثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تشبيه ولا تكييف. واصل سؤالك. آمين يا رب. وقال لابنه عبد الرحمن هل تعشى الأضياف؟ نعم. قال معروف، معروف الخبر، معروف قد قربنا لهم الطعام فأبوا. ما السؤال؟ هل قال لهم كلوا لا هنيئا لكم؟ أي قال كلوا، نعم صدرت منه هذه الكلمة، قال لهم كلوا، قالوا ما نحن بآكلين حتى تأكل، قال والله ما أنا بآكل حتى تأكله، قل لا هنيئا. ثبتت هذه اللفظة في بعض طرق الحديث، قل لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا حتى تأكله. نعم. وأن الطعام زاد. نعم نعم. وأن الطعام زاد من بركة أبي بكر الصديق. نعم نعم. وهذه بشرى لمن أخرجهم الغضب عن طورهم وكان غضبهم لله. فعبد الرحمن يقول ما أكلنا لقمة إلا وربى من أسفل الصفحة أكثر مما أكلنا. هل ثبت لديك أن صالح بن أحمد بن حنبل قال بعضهم أنه لولا شهرة أباه لكان أفضل من أباه؟ لولا شهرة أبيه؟ في علم الصلاة الحديث. لا أعلم شيئا من هذا، لا أعلم.
ليس لهم من الآثار ما ينم عن ذلك. بارك الله فيك. وفيكم. الحيض عندها غير منتظم وينزل الاستحاضة كثير. آخر موعد للحيض كان يوم 27 بعدها نزل الاستحاضة ووقفته. حاليا ينزل دم لكن أثناء قضاء الحاجة فقط. هل أعتبره حيض؟ لا. أعتبره استحاضة، تغتسلي وتصلي ولا تبالي بنزول دم الاستحاضة. ألا وليعلم أن دم الاستحاضة ليس كدم الحيض في الأحكام. يجوز للمرأة المستحاضة أن تغتسل وأن تصلي. يجوز المرأة المستحاضة أن تغتسل وأن تصلي. السلام عليكم. دكتور كاس. نعم. لو سمحت كلام الشيخ مصطفى. الحمد لله، شكرا، الحمد لله، تفضل. دكتور كاس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ها؟ معك، تفضل. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. طب إيمانك الله كرم. وإياكم. بالنسبه للمقبره الفساجي يعني القبور. اي الفساجي، نعم. مالها؟ عندنا فساجي مبنيه قديمه يعني بقى بتاعت 30 سنه مقفوله. طيب. وحبينا نجددها، صوتها عادي تتجدد ويتعرف فيها دخل ثاني ولا؟ لا مانع. ها؟ ما يعني ما سكنها جن، لا تخف. حتى تقول الفساجي التي هي المقابر، فساقي، فسقيه. مبنيه قبل بقالها 30 سنة مقفولة، كان بيدفن فيها اللي هي مبنية فوق الأرض يا شيخ. أي عارف، عارف، بلادكم تضطرون فيها إلى بناء القبور على الأرض. لأن المياه الجوفية تؤثر على الجثث الموضوعة في المقابر. فأنت تسأل هل لطول هذه المدة وهي مغلقة سكنها جن أو عفريت أو أي جن أو غير ذلك؟ 30 سنة مقفولة سيادتكم، عايزين يعني يفتحوها ويجددوها ويعملوا يعني مقابر تاني يشتروا فيها من جديد تاني. ما في مشكل. عادي يعني العظام القديم ما فيش اشكال فيه؟ لا اشكال. ايش فرق العظام القديم عادي؟ خلاص قلت لك لا اشكال، زمان اصبحت رميما منذ زمن. 30 عام تصبح رميما، اول ما تفتح المقابر ستصبح العظام رميما. طب سيدنا بالنسبه جزاك الله خير، بالنسبه يعني المقابر اللي بتعمل دور تاني. الأصل عدم ذلك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، نهى الرسول عن تخصيص القبور والبناء والقعود عليها وأن تجصص وأن يبنى عليها. فلكن لكن اصبر يا حبيبي، الأصل عدم جواز البناء على القبر إلا إذا دعت ضرورة لذلك. فقد قال ربي سبحانه وتعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. جزاك الله خير. وإياكم، اللهم آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي ساعات بيتأخر على صلاة الجماعة فبيصلي معايا في البيت. نعم. ان شاء الله يعني. فاحنا بنصلي في الغرفه، بس هو بيبقى جنبي بس متقدم عني شويه. السؤال اولا، هل اصبري اصبري الاول، هل تاخره عن عمد وقصد ام تاخره رغما عنه؟ لا، هو ساعات بيتاخر غصب عنه، وهو يعني بيبقى ساعات تعبان مش بيبقى قادر ينزل. على كل، اذا كان كذلك فارجع الى اصل سؤالك، أين تقف المرأة التي تصلي خلف زوجها؟ تصلي خلفه، ليست بمحاذاته. هو بيتقدم عني بخطوتين قدام بس. كلامه صحيح وفعله صحيح. قال أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. بارك الله فيكم. ماشي يا شيخ، جزاك الله خير. وياك. أسألكم الدعاء بس لزوجي بالله عليك. الله يوفقنا وإياك وزوجك و... اللهم المسلمين والمسلمات. الله يكرمك. الله بارك الله فيك يا ماجد، وحبك الله الذي احبتنا فيه. في حالة مرضية معينة لا يوجد لها دكاترة نساء في نفس البلد وأصعب الذهاب، يجوز الكشف عند رجل. إذا كانت هناك ضرورة جاز ذلك لما سلف من الاستدلال بقوله تعالى:
وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه والله أعلم. يسأل عن صلاة الضحى، هل يصلي صلاة الضحى؟ لأنه عنده أن النبي لم يكن يصليها. نعم، النبي لم يكن يداوم عليها. والحديث الذي روته عائشة أن النبي ما ترك أربعا في بيتها قط معلول ولا يثبت ومعارض بما هو أقوى منه. ولكن ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ عليها، حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، وفي ابن آدم 360 مفصلا، على كل مفصل منها صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس له بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما ابن آدم من الضحى. وأيضا ورد أن النبي عليه السلام قال: أوصى عددا من الصحابة كأبي هريرة وأبي الدرداء، وفي رواية مرسلة أبي ذر أيضا أوصى هؤلاء بصلاة الضحى. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وبصيام 3 أيام من كل شهر. في الحديث القدسي: ابن آدم صلي لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، بارك الله فيك. شكرا يا حسام، نسأل الله يجمعنا وإياكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الفردوس. مولاي تفضل يا الحبيب. لا بأس طهور يا مولاي. الله يذهب عنك كل بأس وكل مكروه وكل سن والسامعين والسمعات. عندي سؤال بس لحضرتك. تفضل. وطالب في الأول بس البث زي ما تأخر يا مولانا، عايزين نبقى. والله اليوم كانت الليلة عفوا كانت له ظروف، كان عدد من إخواننا خرجوا على هذا الموقع بكلام طيب في مناقب العشر. فهذا يسبب لنا بعض التأخير، عذرا اعتذر. رفع الله قدرك مولانا. وياك. بس انتبهكم بس يا مولانا. تفضل. لي صديق ما يبيع سلع غذائية وأجهزة كهربية وحاجات جست. نعم. قال أنا وقت ما أجيب كروت شحن برضه اللي من بس عايز 100 باكيت ده ب 10,000، ما بيعها له ب 13 ونص. هل دي فيها اشتريها المعاملة دي؟ بالآجل ولا بين بالآجل ده مثلا 100 باكيت ب 10,000 وبيديله ب 13 ونص على سنة. يعني هل أنت تشتريها خصيصا من أجله؟ لا، هو عنده الصديق ده، عنده قال أنا عندي يا مبيع، هو أي نتيجة ده سؤال منه هو. يعني اسمح لي بصياغة السؤال بطريقتي. أنا عندي كروت شحن، آلاف الكروت مثلا، افترضنا هذا آلاف الكروت، وأنت جئت تشتري كروت شحن بالآجل، فرفعت عليك السعر، لا بأس لأنها سلعة. يعني مش عايز السلعة وعايز الفلوس يقضي بها مصلحة. هو عفوا هو يشتريها مني، إذا كان سيبيعها لي أنا مرة أخرى يحرم. لا مش ليه، هو مش هيبيعها لي، هو يبيعها لحتة تاني بقى عشان التورق والكلام ده. لا مش ينفع. أجبتك بالجواز. ماشي يا مولانا. مع السلامة. بارك الله فيك يا أحمد ابن عمر. حكم اتباع الجنائز خلفها ما أفضل؟ الأمر في ذلك واسع، الأمر في المشي خلف الجنازة أو أمامها واسع، ولكن كثيرون من أهل العلم يرجحون إذا كنت راكبا تمشي خلفها، إذا كنت ماشيا فإن شئت حولها أمامها خلفها. والأحاديث التي وردت فيها الأمور بذلك، الأوامر بذلك، فيها مقال، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ تفضل. أحبك في الله والله يسلمك الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. آمين. شيخ حبيب، لما أراجع القرآن لازم أراجع أقرأ بالأحكام ولا ممكن أقرأ بالقراءة الشريعة؟ دي السؤال الأول. لا، المراجعة ممكن في المراجعة تختلف عن التلاوة. الله يوفقك. تمام. شيخنا
لساني القراءة السرية في الصلاة أحرك لساني فقط ولا لازم أسمع نفسي؟ لا تحرك لسانك، لا بد في تحريك اللسان وتسميع النفس. وتسميع النفس كيف تحرك لسانك بدون تسميع النفس؟ لا ممكن أحرك لسان غير ما أخرج صوت أسمعه. لا صوتك سيسمع، ستسمعه أنت. ماشي، ما هو سمع نفسك هتحرك لسانك، ولا تكون قراءة إذا لم يتحرك اللسان. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سئل بعض الصحابة أظن أبو قتادة وغيره عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال باضطراب لحيته، والله أعلم. يعني لازم أسمع نفسي؟ طبعا سمع نفسك. طيب سؤال أخير مولانا، لما اجي اقرا في الصلاه بالليل بقرا نفس السريع، مش براي الاحكام بدقه يعني في صلاه الليل؟ المد والغنه والمد الطبيعي وكده. نسال الله ان تكون مقبوله. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. بك حبيبي. أبيك. بس كان عندي بس مسألتين ممكن أستفسر فيهم بعد إذنك. نعم. عندي مسألتين أستفسر فيهم بس بعد إذنك. اتفضل. أول مسألة يا شيخ مصطفى، أنا عندي قطعة أرض يعني معايا مبلغ مش بيحب أحط في البنك يعني، تمام؟ وبشتري قطعة أرض، فالمهم اشتري قطعة أرض من شخص اقترعت مساحة 430 متر، تمام؟ أيوه سمعتك. تمام. المهم لما اشتريتها منه ما قستهاش، حتى من كلامه على طول. جيت أنا بعد فترة لما حبيت أبيع الأرض دي، جيت حد يسأل الأرض عشان يشتري مني يعرف هو ياخد قد إيه، فهو الأرض دي جبت في واحد بتاع المساحة هو اللي بيقسمها وبيظبطها. فالمهم احنا جبناه عشان هو الخرايط عنده والورق عنده، فلقيناها مسجله عنده على الخرايط 433 متر، تمام؟ لما جينا نقيس على ارض الواقع لقيتها 436 متر. اصبح كده انا عندي في الارض قطعه الارض 7 متر او 6 متر زياده، اعرف عنهم حاجه بزياده. ولما انا جيت ابيع دلوقتي بعت، انا بعتها على مرتين، مره بعت منها 210 والمرة الثانية قالوا انت كده بقيت 26 متر. لما جيت ابيعها المرة الثانية لقيت بيقول احنا عارفين ان الارض بتاعتك فيها زيادة، فاحنا هنبيعها للزبون اللي جاي على وضعها، وفرق الامتار اللي عندك هتقسم بينا يعني قسمه بينا وبينك يعني او ايه؟ او انت حاسس. انا اسالك سؤالا. اتفضل. وكن صريحا. اتفضل. لو الارض عند قياسك لها كانت ناقصة، كنت ستطالب الرجل ام لا؟ طيب إذا كنت هتطلبه طبعا، إذا ترد إليه زيادة طبعا. بالشكل ده يعني إذا باع لك 430 متر عند القياس خرجت 436 متر، وإذا كانت خرجت 424 متر كنت ستطالبه بزيادة. فما دمت كنت ستطالبه بزيادة ترد إليه زيادة، إلا إذا كتمتم في العقد. لا هي الإشكالية عندي في كده، لأن ده حق ناس. هذه الزيادة حق أقوام إذا كانوا. أنا فاهم كيف يا شيخ مصطفى، إن الأرض ريال مثلا عموما في الأساس دي بتكون أرض كبيرة. في حد في البلد مختص أصحاب الأرض الأساسيين بيوكلوه إن هو يقسمها ويقسمها شرايح ويبيعها وهو ياخد نسبة منهم، أصحاب الأرض ما يعرفوش عنها حاجة. ده حرامي. الذي فعل ذلك حرامي، وكلوه ويعرف أن الأرض كبيرة وأنه أعطاك 436 ومن حقك 430 وجاء يقاسمك في ست. أنا ما اشتريتش منه مباشر، ما هو الفكرة يا شيخ مصطفى إن هو لما باعت لواحد من واحد هم عفوا هم على قيد الحياة يا أخي. انا ما اعرفش صاحب الارض الاساسي مين يعني، الستة متر والاسهام دي انا ما اعرفش هم بتوع. لو كانت ناقصه كنت ستبحث عن الذي باع لك يا مسلم، يا رجل يا مسلم. لا انا لو ما قدرتش اوصل له اعمل فيهم ايه؟ ايوه لو ما قدرتش قل كده، واحد له علي حق
ولم استطع الوصول اليه. تمام، لان اصلا انا اصلا مش عارف هم دول يعني الارض بقت من واحد لواحد لواحد، ما اعرفش هم دول بالظبط بتوع مين او حق مين بالظبط. انا هحاول اجتهد ان انا اوصل لصاحبهم. بس لو انا بسالك سؤال يا اخي، انا اسالك سؤال، اتفضل. انت اشتريت من من؟ معروف الذي اشتريت منه، ولا اشتريت من عفريت وطار؟ اشتريت، انت اشتريت من شخص. تمام، تعرف هذا الشخص هو صاحب الحق. بس لا، ما هو الفكره ان الشخص نفسه شاريها 430، ما اساسا هو ما يعرفش الدفاع زياده ولا يعرف الكلام ده، لان هو كان خارج مصر واشتراها، يعني اتقال له ان هي 430 وان عادي، لان اساسا هي مثبوته في العقد 2 قيراط و11 سهم، مش مثبوته بالامتار. فلما جيت اشتري منه برضه خدت من يعني هو ثقه بالنسبه لي، قال لي هي 430 وحسبته على كده. فازاي ده انا هكلمه فيها؟ ممكن يكون هو نفسه ما يعرفش عنها حاجه، لان هو شاري برضه بالتالي من واحد قبله. اعتذر عن مواصله الحديث، اسال غيري. السلام عليكم. نعم، اعتذر عن مواصله الحديث، اسال غيري. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. شفنا أنا بعمل سمسار في بيع ماكينات وكده، فمعايا واحد صاحبي شريكي. فالمهم في صاحب يعني عرض علينا ماكيناتنا نبيعها وكده، وقال بيعها زي ما أنتم عايزين. فصاحبي قال لي في زبون عايز يشوف المكن ده وكده، فروحنا وإحنا في الطريق عرفت الشخص اللي هو رايح عشان يشوف المكن. فقلت لصديقي ده بلاش الشخص ده عشان ده نصاب وهيروح من ورانا يشتري الحاجه دي. فقال لا مش هينفع ارجعه. قلت له طب على العموم لو هو راح من ورانا وخد الحاجه انا نصيبي في البيعه ديت هيبقى معاك انت. قال لي ماشي. بس فعلا اللي قلت له عليه حصل، والراجل راح بعد يومين وصل لصاحب المكان واشترى منه الحاجه. وحصل شغل بينه وبين صاحبي وخدت انا الفلوس وخصمت منه حق في البيعه اللي الراجل خدها ده، فهو زعلان مني ويقول لي انت كده خدت حاجه مش من حقك. فقال كده عليا اسمه ولا لا؟ على توصيفك انك أطلعته على أمر واتفقتما على شيء معين، وأنت لم تخالف وهو الذي خالف أو يريد المخالفة. هو ما رضيش، قال لي لا ما تظلمش الراجل. قلت له أنا عارفه وتعاملت معاه، الراجل ده نصاب ومش كويس. قال لي لا مالكش دعوة. قلت له لو حصل أنا نصيبي معاك. قال لي أنا موافق. خلاص، على ما اشترطتما. السلام عليكم وشفاك الله يا غنام. أب يهين ابنته ويضربها كلما ذهبت إليه، هل لها أن تمتنع عن زيارته؟ لماذا يضربها يا أخت براء؟ لماذا يضربها؟ كل واحد يذهب كلما ذهبت إلى أبيها يضربها، في سبب؟ ما السبب؟ ما السبب؟ إذا كان أول ما أرى ابنته ضرب بدون سبب لا تذهب إليه، لا تذهب إليه، بس لازم في سبب، ولا كلام يعني غير مقبول. بنت ذهبت تزور والدها يضربها كلما رأها، كلام غريب. اضبط السؤال يا أختي براء، الله يهديك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا تفضل. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. عافيك. شيخنا في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام وفي القرآن ثبت عنه أدعية كثيرة، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا إلى آخره. هل يجوز أن واحد يقول اللهم لا تجعلني أن أذنب؟ يعني هل ثبت ذلك عن رسول الله أو في القرآن؟ ما هو الذنب يختلف. لا يعني العصمة بصفة عامة، يعني أي ذنب، يعني اللهم لا تجعلني أن أذنب، يعني هل هذا ثبت عن رسول الله؟ لا أنا يعني من خلال مثلا معرفة البسيطة أن ما ورد مثلا في أي مثلا حديث أو آية إن الإنسان مثلا دعا بعدم الذنب. لا، والمشكلة إن ما المشكلة إذا دعوت ربي أن يحفظني وأن يسامحني. من الذنوب. يعني عفوا افهم الكلام. لا بس لا تجزم، لا تقل ما ورد في حديث ولا في، أنت كنت محترم في الأول. كنت محترم لما انتهيت إلى علمك. لكن أي بس يا حبيبي فيما تعلم. إذا نظرت إلى كتاب الله، ألم يقل الله في شأن يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنهم لعبادنا المخلصين؟ فإذا أنا دعوت يا أخي صبرا، إذا أنا دعوت اللهم اصرف عني السوء والفحشاء واجعلني من عبادك المخلصين،
كامتثال لقول الله تعالى ادعوني أستجب لكم، هل أنا آثم؟ لا 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 ليس بي. أنا قلت اللهم اصرف يعني يجوز أقول اسمح لي أكلم يا أخي، اسمح لي أكمل كلامي. نعم في سجود رسول الله عليه الصلاة والسلام، في السجود لرسول الله ألم يكن يدعو ربه سبحانه وتعالى بمغفرة ذنب كله دقه وجله وأوله وأخره وعلى نيته وسره بالمغفرة؟ وارد. إذا أنا دعوت بالمغفرة ودعوت ألا أقع في الذنب أصلا، اللهم اصرف عن. طب هل هذا يعارض شرع الحديث يعني كل ما أنا خطأ؟ لا لا يعارضه، لكن أنا أدعو، أمرت بالدعاء، أنا أمرت بالدعاء، وبعد ذلك المقدر أكون يعني اللهم عافني في بصري. المعافاة هل تعني المعافاة من الرمض أو المعافاة من الذنوب فقط؟ من كل شيء. طيب خلاص هذا دعوة. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، أليس دعاء بالعافية من الذنوب التي ترتكب بالبصر؟ ده أصالة المعافاة من الذنوب ومن غير الذنوب. أيوة تمام. نفس الشيء بصرف الأعين لها خائنات، الأعين لها خائنات، فأنا أسأل الله أن يعافيني في بصري، وأن يعافيني في سمعي، وأن يعافيني في بدني، معافاة عامة ليست صحية فقط وبدنية فقط. قول اللهم قنا الفتن هذا حديث أو أثر؟ اللهم قنا الفتن طبعا ما ظهر منه وما بطن. طبعا تعوذوا بالله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم على أصحابه ذات يوم فقال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن، قالوا نعوذ بالله من الفتن، قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم نصوص كثيرة جدا يعني يضيق هذا المقام بذكر الاستدلالات على دعاء الشخص ربه أن يصف عنه الذنوب. بارك الله فيكم. سلام. بس لعل الأخ التبس عليه أن النبي عليه الصلاة قال محمد بن إسماعيل أتى بدليل موفق أيضا الملائكة تدعو لنا وقيم السيئات، وده العادة وتقول أيضا استدلت بكلام قينا الزلل، لكن أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل، لكن أنا أتكلم على جزئية الأخ لعله يعني طرأ على بالي حديث النبي عليه السلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون، لكن أنا أجتهد ما وراء ذلك في علم الله الذي في علم الله يتم، لكن أنا أمرت بالدعاء أدعو ربي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ترى أنك لم ترد السلام. وعليكم السلام. أنا بقول لحضرتك ازيك. السلام عليكم يا شيخ. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. نسألك الدعاء لنا بحسن الخاتمة والستر أولا. الله يحسن خاتمتنا وإياك ويستر علينا وإياك يا رب. يا رب يا رب إن شاء الله جميعا وإياكم. تفضل. اللهم امين. استاذن حضرتك في استفسار. سل. في بعض صالات السيارات كنا بنحاول نشتري تقسيط. وبعده. اشتراء من خلال البنوك عشان الفوائد. ففي بعض المعارض عرضوا عليا ان مندوبين البنوك موجودين عندهم في نفس المعرض. قالوا لي يعني انت مش هتروح الـ البنك نفسه. انت عندنا هنا وبتخلص اجراءاتك هنا وبتستلم من عندنا. فهل هذا يجوز يا شيخ؟ لا يجوز. لا يجوز. المعارض الكبيرة هكذا. ترى في المعرض 50 واحد مندوبين ل50 بنك من البنوك. وكل يقدم الإغراءات. ويعطى صاحب الصالة مبلغا من أجل إحضارهم. يعني كونه سيحضرهم يعطونه مبالغ فضلا عن مبيعاته هو. لا تفهم. يعني البنك يدخل افهم بس البنك يدخل
كممول ويأخذ ما موله مع العائدة الربوية. مع العائدة الربوية. أيوه سلام عليكم. ومرحبا بك يا شيخ محمود وسلمك الله يا شيخ محمود العزبي، الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ كان عندي سؤال، في واحدة بتقول أنا يعني هل يجوز لواحدة إن هي تحضر فرح في مزيكا، وبتقول أنا مش بقى بسمع المزيكا يعني مش مركزة معاها؟ ها؟ هل يجوز لواحدة إن هي تحضر فرح في مزيكا واختلاط، وتقول في فرق بين السماع والاستماع، يعني تقول أنا مش مركزة مع المزيكا؟ يعني واحدة تحضر فرح في مزيكا؟ وتفلسف وتتفذلك وتجادل بالباطل وتقول في فارق بين السماع والاستماع. لا، امرأة مبطلة ومجادلة. يعني حضرتك لا يجوز؟ لا يجوز. السلام عليكم. مزيكا ميوزيك يا أختي، موسيقى يعني. الأخت السائلة أظن كندية تقول ما معنى مزيكا. نعم السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بالله عليك حضرتك، يعني الواحد ساعات بيبقى راكب تاكس في قلب المدينة، هو مش تاكسي عموما يعني، بتبقى سيارة أجرة عادي، فأحيانا السائق يعني بيقول لك مثلا لو قابلنا مرور قول اللي أنت تعرفني، وأنا ما أعرفوش لأن هيلحقه ضرر، فهل يجوز الكذب في هذه الأشياء؟ لا تنتظر مني فتوى بإباحة الكذب على هذه الصفحة إلا في المواطن التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقط. والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. والله احنا نحبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. لو سمحت بس يا شيخ عندي سؤالين صغيرين كده. تفضل. لو سمحت يا شيخ النهارده في خطبه الجمعه، ايوه، الامام اللي بيخطب قال ان في حديث يعني ان الاعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، اعمال الامه يعني. أيوة اسمح لي أذكر لك الحديث وهو ضعيف. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك دعوت استغفرت لكم. هذا الحديث ضعيف الإسناد. ضعيف. نعم. أنا سألته بعد الخطبة يعني. وبعدين عفوا ضعيف من ناحية السند، وخذ أيضا مزيدا من ناحية المتن، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أيوة عشان كده سألته بعد الخطبة. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سألته بعد خلاص بقى القصة بينك وبينه، القصة التي بينك وبينه ليست في حاجة إلى سماعها، أنت عرفت الحديث ضعيف ومعارضات ولا آخر شيخ معلش. أي لكن لا تجادل شرط. تفضل. الحديث صحيح حديث من التمس رضا الله بسخط الناس. أيوة سنده حسن، لكن أحتاج مراجعة كتب العلل في شأنه. من أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. سنده صحيح لكن محتاج أراجع هذا الحديث من ناحية العلل، هل به علة أم لا. طب لو سمعت يا شيخ عايز أسأل حضرتك سؤال مش ما يكونش معروض مثلا سيره يا كده، عايز أسأل حضرتك فيها. لا وقت لاحق إن شاء الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم. حسام غفر الله لنا ولك يا حسام. السلام عليكم ووفقك الله يا رب.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخك لي سؤال، بارك الله فيكم وحفظكم الله. ولك بمثل، بارك الله فيكم. تفضل. حضرتك سمعت؟ أسمعك تماما الحمد لله. في دلوقتي أخ يعني يريد إن احنا يعني إن هو يشتري سيارة، فهو لا يملك المال يعني، فسأشتريها له وسيقسط المبلغ. لا يجوز وستقع في الربا. يجوز. لا يجوز وستقع في الربا. نعم، أنت ممول وتأخذ الفلوس مع الزيادة الربوية، وأتيت بالسيارة كمحلل، كالمحلل للمرأة المطلقة ثلاثة. السلام عليكم. يا رؤوف، هذا الحديث أيما امرأة استعترت فمرت على قوم ليجدوا لحافة زانية كسند يحسن السند، ولكن المعنى ليس معنى الزنا كزنا الفرج، إنما المعنى كحديث العين تزني وزناها النظر، الرجل تزني وزناها الخطو، الأذنان تزنيان وزنهما الاستماع ونحو ذلك. وفقك الله يا صبحي ابن ياسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معلش يا شيخنا أنا آسف. تفضل. الله يسلمك يا شيخنا. كنت اقترح حضرتك لو الاسئله دي كلها والاجابه لو ان تبقى في كتاب كده وتتنسق وتتفرغ. الله المستعان، فعلنا بعد ذلك مع فتاوى الفضائيات، وان شاء الله عبد الرحمن سمعت ما قاله اخوك. نعم. ان شاء الله قيد البحث والتنفيذ ان شاء الله. وتبقى مثلا نهايه كل اسبوع الاسبوع السابق الفتاوى بالتاريخ، وطبعا تتنسق المقرر تتحذف وما الى ذلك يعني. ان شاء الله ربي المستعان. ان شاء الله وتنزل على الصفحه بتاعت حضرتك، ربنا يبارك ومتعك بالصحه والعافيه. ولك بمثل. معنا واياك مع النبي صلى الله عليه وسلم. امين. نشكرك بارك الله فيك على هذه النصيحه، ولعل عبد الرحمن حفظه الله يعيها وفقه الله. السلام عليكم. انتهى الوقت يا عبد الرحمن او ماذا؟ السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك. كان حضرتك انا اخذت مال من احد الاصدقاء عشان اشغل معايا، وما بينتش له النسبه بتاعته، واخذت المال تركتها لحد تاني يشغلهم، وفي مشكله كده، فكده عليها اسم ولا؟ عفوا، أنت كنت تأخذ عمولة من الأرباح أم لا؟ بس ما بينتش له. طيب خلاص، إذا ما أنت إذا مسؤول، على أي أساس كنت تأخذ النسبة؟ إن أنا يعني وصيت إن أنا كنسبة يعني، إن أنا بشارك في العمل ده. لا عفوا، أنت الآن أخذت مني 100,000 تشغلها عند زيد، ربحت 100,000 5,000، اقتطعت منها أنت لنفسك 1,000 شهريا على هذا المنوال. تمام. مقابل ماذا؟ مقابل الضمان. مقابل الضمان. أي خلاص، أنت ضامن. أنا ضامن. أي السلام عليكم. حتى لو المال خسر صاحب المال ملكه رفع؟ لا، لو خسر نتحمل في الخسارة، لكن لو خرج الذي جمع الأموال نصاب أنت المسؤول، لأن هذه حالة الآن مضطرد. هذا من الشائع الآن أن الناس تجمع أموال الناس وتعطيهم طعما حتى يأتوا بالأموال إليها، تعطيهم طعما حتى يأتي بالأموال إليهم، فتعطيهم أرباح كثيرة الشهر الأول الثاني الثالث، ماتت الأموال كلها، هرب النصاب. السلام عليكم. بهذا القدر أجتزي حامدا الله سبحانه، مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد.
اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك آمنا وإليك خاصمنا وبك حاكمنا ولك أسلمنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فرج كرب مكروبهم وفك أسر أسيرهم واحقن دماءهم واجمع بينهم على خير وألف بين قلوبهم واهديهم سبل السلام يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم يا ربنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين. اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم كن لنا وليا وكن لنا نصيرا وكن لنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عملا صالحا وكلما طيبا وخلقا حسنا ونوايا صالحة يا رب وقلوبا مخبتة أواهة منيبة إليك يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم يا رب نلقاك وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم أرضنا وارض عنا يا رب وأرض بنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
اللهم اجعلنا من المقربين واكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا الود والقبول في السماء والأرض يا رب العالمين، واجعلنا مع المقربين يا رب العالمين ومن المقربين يا كريم. اللهم ألحقنا بمن أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا رب العالمين يا سميع الدعاء يا علي يا عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.